السلام عليكم. مرحبا وسهلا. مرحبا. يا ويلي يا ويلا صغيروي ورميوس. والله شفت شكلك بين كأنك عندك 11 سنة. مالك؟ بس من بلالة زعلتك؟ بمشطك بهالمشط هذا، بمشط وجهك. زعلتك ها؟ شو ما زعلتك ها؟ زعلتك ها؟ تمشط وشي هذا؟ وين هو؟ بلاك؟ ما راح؟ بلاك؟ تك 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 تك. شفت الموتر اللي فاضي مدري؟ تك تك تك. والله عيب عليك. شو بلاك؟ مالك؟ انا الحين انا شكلي شكل موتر. موتر مطر؟ عيال مسود ويد حط علي تصغرني وانا ريال. حلو. ما انا ريال قدري طايف 30 اللهم لك الحمد. حلو. مالك؟ كله يتمنى عليك. والله كل انا صغرني عادي. ها؟ اتمنى اكون صغير. شو ها؟ والله هاي ها بين لك انا شو بين لك انا ها شو عندي سنتين. ما ترى 11 سنه يعني. لا والله ترى كنت تقول صغرني. ها صغرتك حلو يعني. مو ها مو موت لا. شو ها اذا خلاص كم تبى؟ ها كم تبى يعني؟ 16 17. ايش بيك؟ شو انا بتكلم معاك وانت سياره تمشي. سياره تمشي. سياره تمشي. والله بصمك بقى مسحوت هذا. خل صاحي. شو لا سياره تمشي يا ريال. صاحي انا ما شو دراني. انا ماشي دراني دراني. شو بس انزل بلا والله عيب. شو انا الحين انا اتكلم معك سينه وانت لا 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 تتريق علي ولا شو؟ انت بتسحر فلفل. شو سحر فلفل؟ ما ادري بقول لك شيء. لا بقول لك شو هذا الفلفل؟ والله ما بسحر فلفل ولا هذا بلاك تشي لابق. ما زي ايش رايك؟ ريفيوس. اي والله حلو. جميل ما شاء الله. معرس. إيه. الله يجيب هالعروس. قول امين. امين يا رب. يا الله وتعرس وياي. هذه الارض ارض ان شاء الله اني ببنيها. شو رايك مصطفى؟ حلوه. ها؟ حلو. هني البيت؟ نعم. هني الاسود. ها؟ هني هني شو هني هني اقول لك كذا. شو الاسود ها؟ ها؟ شو تدخل الاسود بال بلا ببني بحط بعد اشياء وايده. ليش حط حجرة حيوان هني؟ انا ما بشيل عندك بعدين. ما؟ ما بشيل عندك. انت اول واحد بتسكن عندي انت؟ لا لا لا. شو الاسود؟ انت بتسكنني مع الاسود؟ اكيد؟ لا ابى افتك من بسرعة. ليش؟ ايش لا اقول لا لا اباك ابى الخوف يخز عنك. بسرعة. الخوف؟ ايه ولكن جيبهم صغار علشان يكونوا ما جيب. انت كل شيء تبقى صغير صغير؟ صغير صغير. لا 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 علشان ربيه شوي شوي يتعلم. لا 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 لو كبير بيكون انا بقصد افتك منك. لا شو ها شو تفتك مني انا يا ريال؟ خلاص بس افتك يعني حتى العظم بي 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 لها شو ها ما بيتم ها هزي ما بيتم شيء يعني كرهني لغاية الدرجة. شو سويت لك انا؟ شو حبا شو سويت لك حبا حبا شو سويت لك احمد؟ شو سويت؟ جميلة الحياة عندما تكون مبتسم. فابتسم دائما للحياة. خليك دائما مبتسم. ذو كلمة طيبة ذو اخلاق ذو مبدأ في الحياة. جميل مصطفى. شوف هذا حنيشة. ها حنيشة. شو رأيك ان امس زخيت وحطيته تحت؟ استغفر الله. صايم انت بالله عليك؟ ها تعال يا ريال زيغتي يا ريال. مصطفى اريت لك فطور. بتاكل على راحتك ما حد بياكل وياك. ايه. ها بسم الله. قرم من هذا الطابوق هذا. شو ها انت عاوز تذبحني ولا شو ها؟ تعال يا ريال تعال. هذا يتكل ها اسولف وياك. زين بلاك ها بلاك اسولف وياك. هذا حتى حتى الدواب ما يقدروا ياكلوها. عادي عشان تاكل نحنطك. حنط؟ ايه انا اتحنط. انا والله عيب عليك يعني اخر ايام اتحنطني يا ريال. خلاص يومين بتموت اصلا. يومين بتموت. اموت؟ الله يرحمك. بس عيب والله عيب عليك. شو؟ والله قسم شو انت موتني الحين انا موجود. شو الله يرحمك. زين يا اخي ما ما ما, ما تقول لي الحين ليش موتني الحين؟ ها ليش موتني الحين؟ الاعمار بيد الله يا اخوي. صح كلام. ما سوالف يا اخي. اكيد يعني سوالف ولكن خلينا بعدنا عايشين احنا. في عيش عيش يعني تعرس يا رب. امين. شو ها لا ما تعرفون يا متابعيني الاوليين كانوا يكدون كد لاجل يعيشون لاجل لقمه العيش. اهل البر كانوا يحطبون ويحشون الحشيش لاجل يبيعونه في السوق ويبون لقمة العيش بس. قوت روشة لمدة يومين بس يكدون كد. والحين ولله الحمد عايشين في خير وفي نعيم مثل ما قال سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول في عمره. قالكم الدواء والغذاء
خط احمر. والله العظيم ان نعمه كبيره جدا. اللهم لك الحمد على هذه النعمه، اللهم لك الحمد على نعمه الامن والامان في هذه الارض الطيبه، في هذه الدوله الطيبه، دوله الامارات العربيه المتحده. يا سلام عليك ابو محمد، صراحه مكتبك ولا اروع. ماشي ديكور امتي اسمنت، شوفوا يبغى يعيش يعني، ما ادري شركه مقاولات ما ادري، ولكن يعني الديكور والله ما عليه كلام. احييك على هذا الديكور العجيب. وش لا صايم صايم.